قريب ما كنا نفكر أنه الملابس الرياضية ما فيها الأحذية ممكن تعتلي منصات عروض دور الأزياء العالمية المترفة، ولكن التعاون اللي صار بالعلامات التجارية المترفة والعلامات التجارية الرياضية خلقوا لايف ستايل جديد، فخلونا نشوف. طبعا هذا التعاون راح تكلمنا عنه ميمي رعد، يا هلا وسهلا فيك. وانت بعد من طول الغيبات جاب الغنايم، يعني اليوم انتم ما شاء الله كلكم بعد فتره طويله احنا ما كنا مع بعض، وفي اشياء جديده صايره في عالم الموضه اللي هي التعاون بين العلامات التجاريه الرياضيه والعلامات التجاريه العالميه والمترفه لكجري. صحيح هدى، عن جد اشتقنا، ولكن معك حق، الانترودكشن تبوتي كانت رائعه، لانه مش انه شيء جديد نحن نلبس سبورتس وير بحياتنا اليوميه، خاصه من بعد فتره كورونا زادت صارت صحيح لايف ستايل بحد ذاته. ولكن الشيء الجديد مثل ما قلتي انه صارت على منصات الموضه للعلامات التجاريه المترفه لللكجري، يعني هيدا الشيء ما بحياته صاير قبل. صحيح، علما انه البدايات بهالتعاون بين العلامات التجاريه الرياضيه مع شغلات، يعني ناس ثانيين، كانت اول شيء بدات مع اشخاص بركي من عالم الموسيقى او نجوم برياضات معينه، وهذا الشيء كان يعني شوي شوي كانوا الناس عم بيلاقوه بركي بيكون شيء طبيعي اورجانيك انه يتوجهوا العلامات التجاريه الرياضيه لهالأشخاص. ولكن الجديد هو مثل ما قلنا هالمزج بين وهالتعاون بين هالعالمين يلي مختلفين كليا. والستريت وير كمان خلى هالشيء هالتعاون يتقرب من بعضه، لانه نحن بحياتنا اليوميه صرنا نلبس ملابس مريحه اكثر. صحيح. يعني اذا بتقارني بالثلاثينات الاربعينات الخمسينيات والستينيات كان اللبس باليوم الواحد يروح على العمل كان ستراكتشرد اكثر، صار شوي شوي يصير مرتاح اكثر، كاجوال اكثر ومريح، يعني ما بتكوني بقى مربطه بثيابك. صحيح، وهالشيء هو يلي شوي شوي سمح انه الستريت وير ويفوت على اللايف ستايل مع بعالم الرياضه ويندمجوا سوا. بالماضي مثلا كانت اذا بدنا نفكر المعارك بين العلامات التجاريه الرياضيه كانت محصوره بين انه مين بيطلق سنيكرز قبل الثاني، حذاء رياضي قبل الثاني، حذاء رياضي عنده مميزات خاصه اكثر من هيدا. صحيح، مع الوقت صار في مثلا تضارب، يعني بعطي مثل ميسي يلي بباريس سان جيرمان، ميسي هو رياضي سبونسرد باديداس. صحيح، اوكي، ولكن باريس سان جيرمان سبونسرد بنايكي. سو صار في تضارب بين هالسبونسرز. ايه، مشان هيك مثل اذا بدك طبيعيا انتقلت المعارك من هالسبونسرز لشخص بالرياضه او لحذاء معين، واخذوها لمحل اخر يلي صارت هي منصات الموضه للعلامات التجاريه المترفه، يعني انتقلت كومبليتلي المعارك. فمثلا اذا عم نشوف الصور هلا بنبلش نشوفهم بركي تباعا، فينا نقول انه بعالم الرياضه الاغراض الرياضيه هلا حاليا ما بقى عندها بس فانكشن خاصه بالرياضه، يعني ما بقى بتشتري انت حذاء رياضي بس لتركضي فيه. صحيح، او ملابس رياضيه بس لحتى تمارسي الرياضه فيها، يعني نقدر نلبسها على سوت، على يا عين عليكي، سو بتلبسيها بحياتك العاديه. ومشان هيك التعاون بين هالعالمين المختلفين كان كتير يعني مثل بوقته لا شو حياتنا نحن اللي عم نعيشها العصرية. هلو. يعني ما رح نروح إذا منشوف على منصات الموضة ما حنلبس نحن رياضه مثلا شي لا من اديداس مثلا وقت عمل مع جوتشي انه حنروح نركض بحذاء رياضي حقه 900 باوند.
صحيح. You know, مش هيدي الفكرة، هي الفكرة إنه نكون في عنا أسلوب عصري كول عصري مرتاح، ولكن بنفس الوقت كمان عنده لمسة لكجري. هاي هي الفكرة كلها. هلا عم نشوف مثلا اخر تعاون كان اكثر شيء نحكى عنه كان بين جوتشي واديداس، وهالتعاون بلش قبل ما يطلق هالكبسول كلها لحالها. بخلال احد العروض لجوتشي بلش يدخل كان بعض الملابس الرياضيه لاديداس، طبعا هو اعاد رسمه ونزل على السوق باسعار، مثلا تعطيك فكره عن الاسعار، 375 باوند لسعر القبعة الكاب، 1300 باوند لشمسية واقية للشمس، وصار في لغط طويل عريض على منصات التواصل الاجتماعي أنه لما حملوها بالصين حملوها تحت الشتاء ما كانت واقية للشتاء، فقامت لقيمة على هالموضوع، ولكن الناس كلها هاجمة حتى تشتري هالملابس. أكيد يبغون شيء مميز. صحيح. وكمان جاكوميوس هلأ عم نشوف كمان من التعاون اللي صار ليتلي بين نايكي وجاكوميوس. والحلو إذا بتشوفي كان العلامة التجارية اللكجري مع العلامة التجارية الرياضية ما عم بيكون بس إنه رح استعمل كلمة شوي لبنانية بزق لزق، إنه منجيب شيء من هون ومنركبه هون. إذا بتشوفي خاصة هلأ بالصورة اللي حطيتها عن جاكوميوس، عن جد بتشبه تصاميم جاكوميوس، يعني بياخدوها وبيفوتوها إذا بدك على الدي إن إيه تبع هالعلامة التجارية تيعطوا شيء بيشبهها، مش شيء كومبليتلي جاي مختلف من عالم آخر. وجاكوميوس أول ما نزلوها بجون صارت سولد أوت، ورجعوا نزلوا كولكشن تاني بجولاي كمان أولموست سولد أوت، ولكن بأسعار طبيعية أكثر. وكنا شفنا قبل بكم شهر على منصات عرض لبالانسياغا نزل كمان إطلالات عمل ديزاين تعاون بين أديداس وبالانسياغا وكسر الدنيا، لأنه أصلاً العرض كان بوول ستريت، سو كانت عم بتشوفي كل هالعالم يلي كتير بعيد عن عالم الرياضة، ولكن كمان الأسعار خيالية بين كانت بالانسياغا وأديداس. يعني مثلاً بتشوفي أنت نفس القطعة عند أديداس تقريباً كانت هي ذاتها عند بالانسياغا، تقولي ليه بدي أدفع هالفرق بين الاثنين؟ ولكن هالشي يلي ضروري لكم إياه هو حتى كمان العلامات التجارية اللكجري تجذب الشباب لإلها، لأنه الشباب عندها فكرة الكول الستريت ستايل قريبة أكثر من الملابس الرياضة. هذا ما تلقينا كثير عند كل العلامات التجارية. صحيح. فحتى يجذبوا هالجيل الجديد والجنريشن زي اللي مضلنا نحكي عنها للعلامات اللكجري، يعني حتى إذا بدي كمان يعطوا طابع شبابي أكثر ويجذبوا هالجيل أكثر لإلهم. وهالتعاون بين العلامات التجارية، يعني كمان عم نشوف صور لبين برادا وأديداس، عرفتي؟ حتى ما كان، يعني حتى بأول الألفية بال2000 كان في مع يوجي ياماموتو، بال2005 ستيلا ماكارتني عملت مع أديداس، يعني مش شيء جديد، ولكن قلت لك الجديد هي انه اللكجري براند. صحيح. هي اللي كانت عندها صراحة شيء حبيت مع برادا، لان برادا دائما تصاميمهم شويه جامده. إيه؟ يعني تحسين سو هالسترايبس عطيته هيك. ايوه كثير حلو. هي شفتي اذا انت لاحظتي، يعني تصوري قد ايه الشباب كمان رح تلفت نظره. صح. انه في شيء بيشبهنا اكثر. اللي عم نشوف على بالصور بين مثلا التعاونات، عم بعطيكم فكره مثلا جوتشي مع نورث فيس اللي هي مثلا علامة تجارية رياضية للتسلق للأوتدور، سو يعني بتشوفي كيف حطوا الجوتشي أضاف لمسة تبع الألوان يلي بتشبهه، يلي منحس إنه هيدي الأيدنتي تبع ديور مع كونفرس، حتى مع بيركنشتوك حتى شفناها. وعم نشوف ديور إير جوردن بسنة 2020 لأنه كسر الدنيا. كان أول ما نبلش نبيع كان بركة ب 2200 دولار، هلأ وصل سعره ل 39700 دولار.